السلام البنات، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غنوجدوا فيديو جديد. غادي ندير لكم دجاج معمر ومبخر وكنحمرو من بعد في الفران. غنوريكم كيفاش الطريقه. انا تعلمتها من ماما، كتجي بنينه بزاف سيقوني. غادي نحتاجو فيها ان شاء الله دجاجه من الوزن ديال كيلو، لا من الوزن ديال 2 كيلو ونساك تقريبا ولا اكثر. غادي نحتاج فيها في الشرموله، غادي نحتاج القزبر، شويه ديال القزبر، وعندي ربع فصوص ديال الثومه، وعندي ربع مصيره كبيره ولا حامض مرقد. غنحتاج غير اللب ديالها. غادي نحتاج الملحه، البزار، سكينجبير، الخرقوم، وشويه ديال الزبده، تقريبا معلقه كبيره ديال الزبده. وانا غادي نشرح لكم، نقول لكم شحال المقياس اللي غادي نحتاجه، ومن طوال غادي نخدمه. المهم انا جبت هذا كنخدم فيه. غادي ندير العطريه ديالي. غادي نحتاج تقريبا معلقه الا ربع ديال البزار، تكون صغيره. غناخد تقريبا معلقه صغيره ديال السكينجبير، تكون عامره. غادي نحتاج تقريبا معلقه صغيره ديال الخرقوم، حتى هي تكون عامره. عطيني الملح، هيا عطيني الملح، شكرا. غادي نحتاج تقريبا، انا غندير غير نص معلقه ديال ولا معلقه الا ربع ديال الملحه. هادشي كله كنعبروا معلقه صغار. هذا ماشي بحال الدجاج المحمر اللي درنا ديك المره، هكا ايا ماشي بحال درنا الدجاج المحمر اللي درنا ديك المره. هذا غنديرو غير العطريه اللي غادي نحتاجها في العطريه اللي غادي نحتاج نشرمل بها غير الدجاجه، يعني ما غاديش في المرقه، غادي تفور. هنايا درت القزبر والثومه، انا كندقدقهم هكا والمصير يوليو عجينه بحال هكا. هذه الطريقه ديالي. غادي نزيد دابا تقريبا معلقه كبيره ديال الزبده. انا درت هنا الزبده بلدية وديروا نتوما الزبده عندكم العاديه. غنخلط هادشي هكا مزيان، غنخلط هادشي مزيان هكا. انا ما درتش الزيت، درت الزبده حيت هي اللي كضطر لنا الدجاج ديالنا احسن من الزيت. دابا من بعد ما خلطت هاد الشرموله ديالي مزيان هكا كتولي بحال الزبده. غادي نجيب الدجاجه ديالي وغادي نبدا نشرمل فيها. هاد الدجاجه انا غادي نشرملها ليلة قبل، بغيت نقول لكم دائما الا بغيتو الدجاج يجيكم بنين شرملوه ليلة قبل. حتى الشرموله هكا كنخليوها في بين الجلده واللحم، حيت هادا مغطيهش في المرقة، غادي تطيب غير في الكسكاس، يعني هادشي هو اللي غادي يبننها. هكا نخشيوها. انا ما غاديش بها تجي صفراء ولا شي حاجه، غير هكا باركه. غادي نزيد انا مازال نحمرها في الفران. السلام عليكم البنات، حنا رجعنا اليوم، يعني الا غدت ليه غادي نوجدوا العماره باش غادي نعمروا الدجاجه. عندي هنايا الشعريه الصينيه، خديت انا بكيه، غنوريكم البكيه اللي خديت الا بغيتو تشوفوها. انا استعملت هادي، هاد الحمراء ما خديتش اخرى. عندي هنايا الكبده، عندي هنا جوج كبدات وجوج قلوبه، شحرت شويه ديال الزيت وشويه ديال البزار وشويه ديال الكمون وشويه ديال التحميره، غير راس ديال المعلقه صغيره، وما درتش الملحه. عندي هنايا الزيتون قطعته تقريبا شي جوج معالق كبار، قطعته هكا صغير. عندي هنايا القزبر قطع مزيان، انا جبت من الفريكو. عندي هنايا التحميره تقريبا معلقه كبيره، وعندي هنايا ربع مصيره قطعتها هكا بجلوفه ديالها كلشي، حيت لها غير الزريعه. غادي نحتاج هنايا في العطريه غنحتاج معلقه صغيره ديال التحميره. عندي هنايا تقريبا ربع معلقه صغيره ديال الكمون، عندي هنا ربع معلقه صغيره ديال الابزار، عندي نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، وعندي هنا جوج دروسه ديال الثوم. انا ما غاديش ندير الملحه حيت الزيتون والمصير والحروب كلهم مالحين، حتى نذوق ان شاء الله وغادي نشوف الا احتاجيت غادي ندير. نبداو دابا، غادي نزيد الكبده بلاصوص ديالها كلشي ماشي مشكل. عندي هاد الشعريه انا سلقتها غير في الماء،
ما درت حتى حاجه اخرى من حاله حتى حاجه. نضيف الزيتون وضيف المصير ديالنا المصير نسيب لك نصابنا ديك المره في داك الفيديو. عندي هنا قزبر وعندي هنايا الهريسه اللي صابنا حتى هي قلنا معلقه كبيره. غادي نضيف الثومه جوج دروسه ميكونوش كبارين وعندي قلت معلقه ديال التحميره ربع معلقه ديال الكمون ما تكثروش منه. عندي ربع معلقه ديال البزار وعندي نص معلقه صغيره ديال الخرقوم. انا غادي نخلطو بيديا طبيعي الحال موصولين مزيان. درت انا غير الكبده ما درتش الكبصه ثم انا بغيتوها ديروها ديروها. الدجاجه قلنا راه شطمناها البارح في الليل وخليتها بايته الليله كلها. دابا انا عاد غادي نعمرها تستوي شويه راه مشرب لينا مزيان من الداخل. حركوا هادشي مزيان هكا من بعد غادي ندوق الا خصني شي حاجه راه غادي نزيدها. الريحه طالعه منها غزاله صافي انا خلطتها مزيان. غادي نمشي نجيب الدجاجه ديالي اللي شرملت البارح وغادي نعمرها مزيان بعد الحشوه اللي عندي. انا غنمشي نجيب الدجاجه ونتلاقاو. انا طبت الحشوه ديالي غنزيد لها شويه ديال الملحه خاصها الملحه وانتم كتذوقوا كتقادوا المذاق ديالكم. صافي دابا انا غنمشي نجيب الدجاجه باش غادي نعمرها. انا جبت الدجاجه ديالي من الثلاجه خليتها قلنا ليله تتبات شربنات مزيان هاتي الريحه فيها غزاله. نبدا دابا نعمر فيها هكا نعمر مزيان هكا ونطفيه. الجنب هكا ناخذ الكبيده شفتو دابا كتشرب وانا كيبقى هكا مزيان تبقى هي قاصحه باش ملي نديرها في الكسكاس يلاه يلاه دو فيها. انا غادي نجمعها هكا ولا غادي ناخذ شي خيط ونجمعها حيت باش تجمع ليا حيت عمرتها مزيان هكا. المهم انا غادي نجمع دابا هاد الدجاجه مزيان ونعاودو نتلاقاو. الدجاجه ديالي من بعد ما عمرتها مزيان كتفت هكا رجليها ياك ودرت لهم هاد العويدات هادو بجوج باش تبقى لي العمارة هنايا باش ملي ندخلها الفران ما تيبش ليا العمارة. صافي دابا انا غنديرها في كسكاس غندير لها بابي سيلفيغيزي ياك وغندير ليها غنديرها في الكسكاس غندير فيه الماء ونخليها تقريبا شي ساعة. غنديرها في الكوكوت ما غنديرهاش هنايا نطيب في الكسكاس بالبرمة غنديرها في الكوكوت. صافي تقريبا غتاخد ليا ساعة انا غادي نشوف الوقت وغادي نقول لكم. غنحطها هكا على صدرها ما نخداش على ظهرها غنحطها على صدرها هكا نغلف هاد البابي سيلفيغيزي صافي وغنخليها طيب ساعة هكاك ونعاودو نطلق ان شاء الله باش نكملو الطريقة ديال التحضير. الدجاجة ديالي من بعد ما كتفتها مزيان درت انا الكوكوت ودرت فيها الماء ودرت فيها الكسكاس هذا
وغلفت درت ليها لتحت غير بابي سيفيغيزي، ما غلفتهاش كلها وكفيت على الصدرعه باش تطيب، باش ديك الزبده وديك الشرمه اللي درنا وديك العصاره اللي كطيح من التوت كلها تجي في الصدر، وغادي يشرب البنه ديال العطريه ديالنا. صافي دابا غادي نسدو عليها تقريبا ساعه، وغادي نشوف شحال غادي تاخذ ليا وغادي نقول لكم شحال تقريبا. نتلاقاو من بعد ان شاء الله، من بعد ما طيب النتيجه نتلاقاو. السلام البنات، دابا رجعنا من بعد ما تبخرات لينا بجاجه مزيان طابت مزيان، كنخشي فيها شي قطيب هكا حتى كيخرج لينا ناشف، شوف كنعرفو راه طابت. انا خليتها حتى بردات عاد الزيته باش ما تشتتش ليا. دابا وجدت ليها واحد الخلطه باش غادي ندهنوها. عندي هنايا شويه ديال الزبده خليتها حتى دارت باش تولي بحال حراره المطبخ. عندي هنا معلقه صغيره ديال التحميره ما عمرش، عندي ديك شويه اللي بقى ليا من الشرمونه ديال الدجاجه عندي هنايا، ودرت شويه ديال الملحه، شويه كيكه حيت ناقصاني شويه الملحه. الملحه كتبقى على حسب الذوق يعني كل وحده والذوق ديالها في الملحه. عندي هنايا معلقه كبيره ديال المونطارد، غادي الشيء كله غادي ندهنوا به الدجاجه. ثم غادي نسخن الفران ديالي مزيان. البنات تيقولوا لي الدجاج محمر ما كيجيناش احمر بحال ديالك هكاك، محمر مزيان يعني. داك الدجاج الاول اللي درتو محمر قالوا لي واش قليتيه في الزيت ولا شي حاجه، قلت لهم لا انا ما كنقليش في الزيت يعني، حتى الدجاج المحمر العادي كندهنو غير بالزبده. وكنسخن الفران ديالي مزيان على درجه الحراره 250، هذا كندخلو يتحمر يعني. الفران خصو يكون سخون، درتي ليه الفران بارد راه ما غاديش يتحمر لك هكا. نشدو هاد الخلطه اللي درنا ندهنو بها الدجاج ديالنا، درناه هكا مزيان. انا فورت خضيره وخضيره هكا اللي غادي نزوق بها الطبق ديالي، نرافقها مع الدجاجه. غندير لها غير ان صوص فينيغريت هي باش غادي ما غاديش نسوطيها، كاين اللي كيبغي يسوطيها بالزبده ولا كل واحد شنو كيبغي يدير. انت كيبقى لكم نتوما في الطريقه ديال التزيين، عندكم حريه ديال الاختيار. انا وريتكم لا باز ديال الدجاج المعمر وانتوما غتختاروا باش غادي ترافقوها يعني الخضره اللي عندكم ترافقوا بها الدجاج ديالكم. كي قلت لكم غنسخن الفران غادي ندهنها مزيان دابا وغادي ندخلها تحمر ليا مزيان ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. انا استفدت دابا الخضيره ديالي بحال هكا، درت انا شويه ديال البروكولي، شويه ديال الخيزو، شويه ديال هاد لي شو الموف، شويه ديال البطاطا، وديك الشعريه اللي بقات ليا من التعميره فرشت الخس في الاول ودرت معاه شويه ديال الجرجير. ها هو، وانتم كتختاروا اللي بغيتو. المهم انا صبت لهم هاد الفينيغريت هادي باش نجيب معلقه، صبت هاد الفينيغريت بحال هكا ساهله بزاف كتجي هكا خطره. درت فيها الزيت البلديه، درت شويه ديال الحامض تقريبا شي نص حامضه، درت معلقه صغيره ديال المطارد، ودرت شويه ديال الثومه وشويه ديال الحبق البازيليك. صافي هادي اللي غادي نسقي بها الخضيره ديالي، ما بغيتش انا نسوطها كيف قلت لكم. انا كنتسنى الدجاجه تتحمر مزيان وان شاء الله نتلاقاو في الشكل النهائي ديال الدجاجه ديالنا ان شاء الله. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاجه المعمره ديالنا، حمرتها في الفران شفتوها كتبان لكم حمره مزيان بديك الخلطه اللي وريتكم، ما زدت عليها حتى حاجه اخرى. في زوقت هكا رافقت معها شويه ديال الخضار والفينيغريت اللي وريتكم. تنتمنى ان شاء الله هذا الشكل هذا يعجبكم، وبالصحه والراحه ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر جديد. ولا عجبكم الفيديو ديالي خليوا لي جيم وتعليق واشتركوا في القناه ديالي. بسلامه.